يقول: وما حكم تكبير الإمام في أثناء الخطبة 3 مرات بين الحين والآخر والناس يرددون خلفه؟ كذلك تكبير الإمام في خطبتي العيدين في أولهما أو في أثناء الخطبة مشروع، داخل في مشروعية التكبير في هذه الأيام، ولكن لا يكون بالصفة التي ذكرها السائل، أنه إذا كبر الحاضرون بأصوات مرتفعة تكبيرا جماعيا، هذا بدعة، وإنما يكبر الخطيب فقط. نعم.